مزيدا. معاشر الأحبة، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن وفي الغيب والشهادة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم وزأ الله سبحانه وتعالى أشات لسيوم بلم ثم وزأ الله تبارك وتعالى على نعمه تترى وبينجري بجين لربان قال جنة إذا كوك سبع الله تبارك وتعالى السيد بينجري من بكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقبل زنم وكتع الله تبارك وتعالى وبنيني وكتع الله ثم يقول الله سبحانه وتعالى أبيرينغا تشتوزا متما جفي بانغا لنا أبيبتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما زال الحديث موصولا ومستمرا من حديث الحارث الأشعري، والحديث عند الترمذي في السنن. حديث بق صحابتي والحارث الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يا جنب بق محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل واجتبى الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وكاد أن يبطئ صلى الله عليه وسلم. فقال له عيسى بن مريم: إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال له يحيى بن زكريا عليهما السلام: لا تفعل يا أخي، إني أخاف إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس وامتلأ المسجد حتى جلسوا على الشرفات، يعني في النوافذ. حديث بك يحيى كصحابة يتبوى الحارث الأشعري، حديث الترمذي. ومبكى عليه الصلاة والسلام قال بانتي إن الله عز وجل واجتبى الله تبارك وتعالى أمر يحيى ابن زكريا. الله يلقي النبي ويتبوى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يملقي لنسون قتام أن يعمل بهن أزكول لكو ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. إلازل قيل بنو إسرائيل أبازل قيل بنو إسرائيل بزكول لكو وكاد أن يبطئ، وكاد أن يبطئ يعني يتأخر. يحيى عليه السلام نابلانغا يكير وموكزبال قيلة. فقال له عيسى بن مريم، عيسى عليه الصلاة والسلام نامو قامبا انتي إن الله أمرك بخمس كلمات. الله قلقد إنسون قتانو أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الله كل قد كل ركن سونغتا ميروز لقلب بني إسرائيل بس كل ركو نامو قامبا إما أن تأمرهم بشيبا أنغا إنجري جو كيري إما كزيبا لقلب أبا أن آمرهم بهن أبا أن زبالي بلقلب. فقال له يحيى، يحيى نامو قامبا لا تفعلوا يا أخي تشكولا، إني أخاف إن سبقتني انتيا بنابون سوسن نونكولين بلا ممكوباتو ساكن سونغاتين الله يسيرا جدينز أن يخسف بي الله جيندا كوبيرا أن زكيريزا أميزتكا وبوكوبيرا أن الله سبولو كومبونيريزا.
nabwekityo Yahya alayhi salam naberanga fajamaa annas yani bani Israil fi baiti al-Maqdis naberanga yakola abasilamu nebajja mu masjid omuzikiti negujjula hatta jalasu ala shurufat naberanga batuula ne madirisa olw'obungi bwabwe nabagamba nabayimiriramu nti wakitiibwa Allah yandagidde ensonga ttaano nzikolereko wa an amurakum an ta'malu bihin neera mbalagirire nammwe muberenga muzikolerako mukulu mbalagire muzikolereko nammwe nabagamba ulahun esoka alla tushriku billahi shay'a temugwanidde temutekeddwa kugattaku Allah tabaraka wa ta'ala kintu kyonna fahadha al-amur ensonga esooka gye yabalagirira era gye yabalagira okubeera nga bateekeddwa okufaayo ku tawhid twakira basabiqan fi darsi lmaadi mu darsi yaffe yayita nga washahid fi hadha al-amur nga n'ekiragiro ekisooka kye yabalagira tujjamu nti anna da'wata al-anbiya'i warrusul da'wa ya babaka mwana wattu tawhidu llahi subhana kukowola baddu ku tawhid n'okubewaza okugattaku allah fahadihi da'watu al-anbiya kulluhum da'wa ya babaka bonna min awalihim ila akhirihim tawhidu llahi subhanahu wa ta'ala duna sharika kugattaku allah nga tebamugattako yad'u nnas min adh-dhulmati ash-shirk ila nuri at-tawhid bakowola baddo okubajja mu kizikiza ekyokugattaku allah min ibadati al-ibad ila ibadati rabbi al-ibad bave mu kusinza ebitali allah nga basinza allah jalla wa ala omu liyukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur baba jamu zikiza baba jamu bizikiza bal nokuberanga babalaga nti allah babanja kuberanga mumwawula wa al-quran ne qur'an yenyini yad'u ila at-tauhid fal-quran kullu qur'ani yunna yad'u ila at-tauhid ekowola baddu kwawula allah subhanahu wa ta'ala لأن العقل السليم لوسونغات يا مجزا ملامو لا تقبل الشرك تغاني رزقك تقوى الله سبحانه وتعالى بناسمكم القران الله جل وعلا يلام بك بتريغونغا الله ان ينل التوحيد من القران من الفاتحه الى الناس بل في سوره هود الله سبحانه وتعالى يا غامبا الف لام ميم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ولد الله سبحانه وتعالى من القرآن كتاب أحكمت آياته الله سبحانه وتعالى يسم القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نغا آية مرمو النمزي إزيلا ملا نغا الله يزيد جزا مواما تيكا نغا الله يغني نلم آيات يزين جولو نغا لا إيشو نغا الله سبحانه وتعالى يابتن نلا مؤايات يزنجاو لزلم القرآن غزفهم بك الدموى متيكا أقال مولا أبد وكتي وابو إنغا الله جل وعلا يا قبس رزا نيه إنغا نمجن الله تبارك وتعالى يا قامب ألا تعبدوا إلا الله تباتيك الدوكو سين زاتري الله إنني الله يقول لكم إنني لكم منه نذير وبشير bakimanyire ddala nze allah waabwe yabatonda gye bali ndinga nadhirun mbatiisa abatiisa ati allah nti agenda okujja eri allah nga yamugattako innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnar
wama lidhalimina min ansar, eyagattako Allah nafira ku mbeera ey'okumugattako agenda kusisinkana ebibonerezo, ejjana eryo haramu ku ye, wal aksu bil aksi, kyekyennyume eyawula Allah tabaraka wa taala naafaayo ku tawhid walillahi alhamdu wal minna, oyo ejjanayo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajiina newankubadde ayinza okubeera nga irtakaba bada almaasi, yebagala ebyonoono ebimu naye nga fahuwa tahta mashiati llah, ali mu kusalawo kwa Allah tabaraka wa taala, tagenda kubeera nga abeera mu jahannam mukhallad, mu jahannam lubeerera bwabeera nga alina tawhid. Fahadha huwa fadlu tawhid, obwo bwe bulungi bw'okwawula Allah n'omudde okufaayo kukunyweza tawhid, kubanga kyekyebbeeyi kwe kuyimiridde byonna bye tulowooza. Barakallahu fikum. Oluvannyuma abagamba Yahya ibuna Zakariya sallallahu alaihi wasallam nabagamba waamurukum bisala, waamurukum bisala, mbalagira okusaala. فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت مشمانين جومو ممو بابا يمرد مصلاة تكمتان دانا ونكا ما سوغن أغتنوز وقلو فلا يلتفت تجزا أما سونا أغوانيك أغتنوز وقلو فإن قبل فإن الله قبل وجه عبده ما لم يلتفت wasonga nti omuddu oyo waaba ayimiridde mu ssala akimanye nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mulaba, amakulu omuddu aba ayimiridde mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tewaliwo bwetaavu bwa kumagamaga. Mwombaka bwe yagamba mu hadithi, idha qama ahadukum yusalli innama yunaji rabba falyandhur ahadukum kaifa yunajihi. إذا قام أحدكم يصلي أمم بابا يمير الدم الصلاة إنما يناجي ربه أبا يمير الدم سقى الله أبا يقل زقنيني الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم لبا قلبا وما سقى الله فلينظر أحدكم كيف يناجي تنولي ويقل زقنيني الله ويمير الدوتيا ما سقى الله تبارك وتعالى. نعم فالصلاة الصلاة الله تبارك وتعالى يا جيرا جيرا قال الله تيسوك جيرا جيرا أم يا مبكى بل أمر الله الأنبياء بالصلاة والأنبياء الله كانوا يصلون بل نبي الله باسالا فصلاتهم كصلاتنا الصلاة باسالا إفانا قنانا نفجت سالا اي والله اي نعم. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صديقا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. اسماعيل عليه الصلاة والسلام يلاقي ريرانغا بانتو كسالا يلاقي رانغو كسالا وأمر اهلك بالصلاة ابانتو بلاقي رو كسالا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. نعم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الصلاة. فالصلاة تتضمن الركوع والسجود. سبحان الله. اشتكل بعض أهل العلم أرمكم من يباقى باتنه اشتكل بعض أهل العلم باتنوا لله كآية يوجتبع الله تبارك وتعالى أيونتي يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي نعم بقام باتي كان صلاة يعني كان صلاتهم الصلاة جباسة علي بمعنى بالو بيري بيري وفي النبي نقا أقول يا وانتي تقديم السجود على الركوع نقا أقفون ما كويكسوكك الركوع. وقال بعضهم لا لأن الواو لا تقتضي الترتيل
nabagamba nedda alwaawu la taqtadi tartil alwaawu la yaqtadi tartil ekitegeeza nti allah gamba warkai wasjudi warkai nti kitegeeza nti nno allah okubiriranyisawo ebityo webatyo ebasalanga la si kyekitegeeza المهم بارك الله فيكم كانوا يصلون الصلاة بسالانغا غير الصلاة يا ابو غفانغانا غي يفي يتتضمن القيام مولمو كويميرا مولمو الركوع مولمو السجود بسالانغا وهذا في شأن ايبيرا سونغيراغا وبكلو بالصلاة era bonasanga mu Qur'an allah tunyala kuba nabbi abalanga ekiraga nti nno nabo basalanga isolati sekode ku ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam basalanga terabidde hadithu isra wal mi'raj min hadith anas bin malik wal hadithu inda ahmad fil musnad umbaka alayhi salatu wassalam bwagamba nti nno lamma rakibtu al buraq bweneba gali ensolo bimurafaqati jibril nga jibrilu ndi naye makulu jibrilu ye yali avuga ngombaka ali emabega bwe bava e makka nga boolekera baitil maqdis ombaka alaihi salatu wassalam agamba famarartu binabiyi llahi musa famarartu binabiyi llahi musa نيتكو النبي وا الله تبارك وتعالى موسى وهو في القبر قال مو قبر يصلي عند كتيب الاحمر كاتبين زكو زابزانو قام اتكاني مغوليا مسسينكا كاتي تشاجا تشيت يا مسسينكا نغا سالا يا مويتاكو نغا سالا مو قبر الايمان بنا واجب فتشو كتشكي زانغو مبا كوات اي يا ميتا كونغا سالا خلاص تتو ينجيرا مبيرا اي تشا تنا دمنا مسانغيري اتتو ينجيرا مويبيو اتوغامبي يو مبكا الصادق المصدوق خلاص يا ميتا كونغا سالا يا يا سالا بيتي كوبا تولا باتيو مبا كيتشالي تشمتو تيمو بيمو كويبيو كوتشيما الصلاه كاتاتابو بوبالي باسالا الصلاه بالي باسالا الصلاه اريمو كويميريرا اريمو اوكوغيندا كوما فيبي خلاص ايمان يا اهل السنه والجماعه باتيا تتبمن يالينغينه يف اي نعم اريمو كويميريرا اريمو اوكوفوناما اريمو اوكوغندا كوركو نابو باسومانغا الفاتحه تتوماني نابو باسالانغا لاكانيا تتوماني ناينغا باسالانغا gwechochoino okukkiriza aha bonabitegeera nti basalangala akanya basalangala akabiri ssatu olwo naamu kikongere imaani era oyingira ejjana olukula okuba otegedde basalanga nabola akanya assala essala kikulu yakfiina an naclam kitumalira okukitegeera nti annaha rukunun min arkaani lislaam mpaji eyokubiri mu mpaji ez'obusiraamu bada shahada oluvannyuma lw'okutereeza tawhid kyova olaba bikhulasa mu bufunze ennyo farajulu llazi yasuumu wala yusalli fasawmuhu batil okujjirayo ku masala amatono ennyo asaala asiba nga tasaala okusiiba kwe kufu ntandibadde tugamba kale ekisibu kyoyengera allah jage kufu bitifaqi lulama huwa qawlu sheikh ibn baz wa huwa qawlu sheikh uthaymin wa huwa qawlu sheikh alban wa ibn qayyim wa ghayrihim min aima asaala naam asiba nga tasaala amenyekera bwerere talina sawumu maaso ga allah era mbagambe yabuli totawaana omenyekera bwerere assala kikulu kyovaola banti allah nga tannagamba kusiba yalagira kusaala
يقول الإمام الشوكان في نيل الأوطار إمام الشوكان من سبيل شيء ونيل الأوطار يقام لا خلاف بين المسلمين تواري وقاو كان ممو بمن يبنى أن من ترك الصلاة وينالك الصلاة تكاسلا مبقياب فقد كفر كفرا يخرجه عن الملة أعيد هذه المقولة جدا الإمام الشوكان مجتبئ نيل الأوطار يقام لا خلاف بين المسلمين يعني العلماء أما من تبتعو كنكو أن من ترك الصلاة قلنا لك الصلاة تكاسلا مبقياف فقد كفر كفرا يخرجه عن الملة أبا قد مبكافر ومجم السلام بمعنى تينا جولنا متاي بخلاصة وكفر زيزام kakati nibagenda angabaga ziwa nibagamba waman kana tarkuhu lissalati takasulan waman kana tarkuhu lissalati takasulan maa i'tiqadihi biwujudiha faqad ikhtalafa ahli al-ilm faqad ikhtalafa ahli al-ilm ila qawlayhi kale bochiba ange salaji gayari riddemu na yenga tajipinga antiteri wo أبانيبايا وكان نموي بقامبو ببيري القول الأول وهو قول الإمام الشافعي ومالك وغيرهم أن إذا كان تركه للصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجودها كستابي لانج الصلاة جلسة مبقياب نيقا يزا قيازا ونابلك مبيرا أجين لو كوفاكم بيرا نج الصلاة جينزي أولي دبادة بادة كوبي فيري موا وها كذا وبان يفول أنت علي بيزم ميريم أجنز كوجي ماري زانج الصلاة أيسة نين غتاكا كاس تا 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 تجي بينغ أنت تري يلا ينكر تجي تموا إذا كان تركه للصلاة تكاسلا مع اعتقاده بوجودها إيش قام بيتشاب ما نيجي سوكانغ وهو قول إمام الشافعي ومالك بقام بانت أنه لا يكفر بل يفسق takafu wazibwa wabula bamononef wayustatabu inda Allah oba fa intaba ila Allah oyaba ino kwenenyereza Allah wa illa bwatenenyereza Allah kutila ba'da thalathati ayami haddan bisayf awebena kusatu wasigalanga embera jaliko ngatachosiza ekisonga kimuyitako tokotau rasu omutegujibu wako alqawlu thani ekigambo ekyokubiri wahuwa qawlu ljamahur nga kyekigambo kyabamanyi abasigalidde bonna anna idha kana tarkuhu lissala bwe kiberanga essala girese takasulan mubugayavu nagireka حتى يخرج وقتها وبد نبيته والسلا نجيغزيز ناجر قجلنا بقام فهو كافر مرتد وقد أوجب الإسلام قتله مكافو إلو بسلام أبو لقي لكم مجاكون سينغو والدليل معهم وبجولي زبولنا القول الثاني نانجي تنتبهن كلا نجو وبجولي زبولنا بانا أبو كوبيد تقام بيكي سوكا تكسين بلد دبو جوليز سولد وقد أجمع الصحابة أتبع الصحابة باتي قتاكو أمري أبو بكر أمري أبي هريرة أمري بن مسعود أمري بن عباس وغيرهم من الصحابة بسعد بن أبي وقاص بن نبقى أن من ترك صلاة واحدة متعمدة فقد كفر بوليك إيجي يوكا وغين دلف إيمو يوكا تشكويتا بيسا كل إيج بوجي لك ولي مكاف تشكام بجاب الصحابة وغين دلف جولي غوغندرت
kati nnekyo era oyo ayinza okugamba nadde sigenderedde kati nga tukuzza mu kyokubiri lwaki ogayalira essala obujulizi bufumbekedde obulaga nti okulaga jjalira essala nti wallahi kinene فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مفارقة عجيبة بين هذين الفريقين جول وقت ولي الله أجتدوا ولي أبا سالانغا أولد تبالونغو من الأنبياء والأتقياء ما بابات الله نمبا نبي نبالونغو سنبيكوا تاكو الصلاة ولفن مع الله نار الصنف الثاني ما بابالا قجل للصلاة فخلف من بعدهم ولفن ما بابا لياباري بطوال الصلاة تكلم بلا مبابا نوجي بلا لانغا أضاعوا الصلاة قال سعيد بن المسيب يقام أي أخر الصلاة عما واقيتها الصلاة باجي جنب الدبوايو وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن مسعود عند الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن فسوف يلقون غيا بنو الله بايو قال كنت أضاعوا الصلاة الله تجد أبفنا أنهم لم يصلوا بل أخروا الصلاة الصلاة باجي كيري يعني باجي جنب سيرا بيايو فكيف بالذي لا يصلي ويتهاون حتى الصلاة تخرج عن وقتها كتي أخي الكريم بارك الله فيكم بخلاصة أنتم عليزة إنسان يوكو بيل تيادي لك لبنو إسرائيل يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم يبقى ما أنت وآمركم بالصلاة وهنا يخبرهم حال الصلاة أبابول للصلاة ومد جاتيك الدوقين إلى مواساله نبقى ما أنت فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت ومد بلوجه الصلاة علمك بيلا موابا بمقا مقا يلتفت يمنة ويسرى تن لك جو تن لك كونا ما سقوانك وقلوا هكذا أما سقو يا سالقة لوافنما أما سقويو آلم الصلاة قين كتن لواقين كتيكا تين ولله الحمد والمنة قل من يلتفتون يمنة ويسرى أم فالذين يرفعون أبصارهم ويسانانتي ايتو تتونو نيولو آلم بانتو كبانغا بمقامقا الصلاة أبانتو باقين زبا تقيل انتي الصلاة ومنتو أبا يمير الدم الصلاة وبانغا ينجي الدم الصلاة أتيك الدكو بيرانغا ينخشوع مقوفو مصلاة أما ساقتد دوالينو كبيرانغا فونا أتابا تكبدوشي من ينتي علم سقع الله تبارك وتعالى ايتو تشونغيلتي انتي وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين هناك فرق بين الإقامة والأداء إن جول وكتي نيني وكتي ويو آيمير الدم الصلاة قائم في الصلاة ومؤدي للصلاة نعم نويا توكي رزا انتيا سد يعني جول كبانغة بيت الإقامة الله جل وعلا يتكب وأقيم الصلاة الله انتيا قامبا وأدو الصلاة بل وأقيم الصلاة ميمير رم الصلاة مجيمير زيوم بطوف واي وبل الله تبقى متوكر زي الصلاة انت مجسد خلاص انتهى الأمر لا ومتو ايمير الدم الصلاة أبير أنجا يقيم في الصلاة مع الخضوع والخشوع والطمأنين مريموبو قنفو نوكوي ومبيكا نوبو تبنكفو الصلاة إنسان قالوا من أركان الصلاة ملمو الطمأنين وكتبين كده تكرز وكسالة أنك تينابو تبين كفو الصلاة وزم الصلاة ويكونيزا مصر قول ما ويكونيزا النجس النين يقولوا ما وجسيبية ساقال أكونو نوضو يانك كان سوكين جمالك لا يجوز هذا وينوكو يمرم الصلاة نقولي متبين كفو فكيف صلاتنا مع صلاتهم الصلاة في كزابة لزفانا غنزيتيا أيعقل تينزو كجم مغزي غفي ومدنا سال الصلاة نابيرانغا
mwana watu la yaltafit yani al-uqul la taltafit al-uqul obongo bote bugenda wala notaloza chino na chino notasubu la chino na chino wa anta fi salat chofola bombaka alayhi salatu wa salam muhadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As wal hadithu inda Muslim bombaka alayhi salatu wa salam ya gamba antino ya ati ahadukum shaytan shaytan yajiromu mumu wa huwa fi salatih ngalimu sola fayadhkuruhu katha wa katha netandiko muwa chino nechino buwe muwa chino nechino chitegeza tegenda temu tewe nkeza musola elacho kotegeza nchwa muddu tabadena butewe nkeza musola buwa malo kusala umbaka alayhi salatu wa salam ya gamba fa idha huwa yanfatil awenyu kabu wenyus ngalinga abadde kumanda na wenyuka nataleta adhkar baada sala adhkurkum hadhihi alqissa wa akhtim darsi liyawm inshaAllah dara baina abbadu bin bushir wa ammar bin yasir radiyallahu anhuma yali wakati wa wadhakarahu al-imam muhammad nasiruddin albani fi silsila sahiha ya gamba anti في يوم من الايام قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لمن بقى من الصحابه نبقى من يحرسنا هذه الليله ان يكون وانا تقوم اشيرو ان يكون وانا سلا وكبانغا اقوم بني اشيرو شنو اما كلها جندي ابيرينغا واتشمان يا 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 لابين بيرا atenga chimanyi kidwa ntino ainani la tamassuhuma an-nar ama sariri Allah subhanahu wa ta'ala tagenda gocha muliro wa ainun batat neriso eriyabe ranga litunula batat tahrisu fi sabilillah ngalitunula liku mabaddu mukubuli ya Allah tabaraka wa ta'ala ngatirie base e wallah nga okutunula kwe akuma baddu bali mokosebwa ali fi sabilillah ngo buddo obo bwekiro tebubeera bwangu nogamba nze nja kutunula bannange bali mokosebwa Husein kam min allayali bimekebiro nabituha wa nasharuha bimekebiro byetutunula wa nahnu ala shashat wal musalsalat nga tulaba bisopu sawa neziwela kumi oina chisope chako kutomu wabilo ujamukano zamukano ujamukano zamukano kam nasa mina layali bimekebi kam nasa mina layali bimekebi robye tutunula wanahnu ala alaflam almatina almajina nga filmu ze tuliko za abono nefu na'udhu billahi mina alkhudula wa anta ala computer تخلو مع كمبيوتر وربك يراك نعوذ بالله من الخذلان عباد بن بشير وعمار بن ياسر نبيسو لا يفنتدب نبيسو لا يولي ومبكى نبقى نحن فيا رسول الله تجندك ومبقى نبفي ومبكى عليه الصلاة والسلام نبقى انطلق إلى فمي هذا الشعب وكونوا حريصا للمؤمنين mugende ku nkomekero yekitundu kino muberenga mukumireyo baganda bamwe famtalaqa nebolekera budde bwachiro nebakuma bwebatuka mbaka weyali abagambye faqala ammar li abbad ammar na gamba abbad ayu laylin akfika budde chobwe chiro bwembankuwa boyagalo kuma makulu yagala bukusoka wabusembayo Ammar ibn Yasir agamba muganda we Abbad ibn Bishr la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu lish li nafsi na muganda Abbad na muganda ndia kukumo wabusembayo oli andi badde yeso ko buddo wabusembayo kubanga bwe businga obwangu buno busoka bwe buzibu tebubeera bwangu obusooka bwe businga obuzibu la shaki kubanga buli obusembayo oba weebaseeko naye buno obusooka
tutebereza teweba seko misana oyingi date eshiro obaddo ino kumulira okube pakangeyo sawa mwenda tebereza naye Ammar na mugamba tewali buzibu aulit Ammar Abad na gamba nzenja kukuma obusoka Abad ya gamba nzenja kukuma obusoka gojja kukuma obukola butya obusembayo Abad bwasala woku Ammar ibn Yasir na genda abirenga mwana watu awumulam asolo kujja mu second shift aulit wa Abad ibn Bishr obudde bwe nasalawo aberenga aberanga yastaghil hadhihi sa'at wa huwa amama rabbihi subhana nayagala buganyulwe munga ali masoga Allah yusalli wa yarka' wa yakhsha' wa yasjud fadakhala fi salah nayingira musalah bwayingira musalah fa idha huwa ar-rajul al-a'rabi ne wajjo musajje yali yeweredda nti ombaka njagala kumukosa azzai akola obulabe bwajjo kola obulabe fa idha huwa Abad ibn Bishr yusalli Abad ibn Bishr alimu sala fa ra hadha ar-rajul wa musajja nalengera Abad ibn Bishr nga alimu sala bwamulengera nga alimu sala yamanya nti oba oliawo talina waayinza kumuyitirako okujjako nga alina kusooka kujjawo naayitewo agamba fa akhraja sahman min kinanati najjayo akasali mbusali boyaina faramahu akasali nakata fagharasahu fi jismi Abbad nakata nikagenda nikatula munyama ya Abbad alimusala madha faal Abbad yakulati Abad ibn Bishr wallahi ma taharrak wa ma kharaja min as-salah tayajifu al-mamuya do kwenye nyama fanza'ahu akasali Abad ibn Bishr na akaskayo munyama na akateka wansi faka'annama yukhrijuhu min khashabatin lijanibi nalinga akajja mbisubi na akateka wansi nagenda maso ni swala ndate yenyenyeza muyadde msajja oli nagamba iye kijakitya nanudde mulungi omusajja ne musoga akasali agize bugizi bwati nasula wali akenda maso najjayo akokubiri waramahu bisahmin thani namba akokubiri nekatula mu nyama Abad ibn Bishr fa akhraja nakajjayo nakasula wali nagenda maso ne sala waramahu bisahmin thalith namba kokusatu nikamutula munyama nakajam kama fa'ala bi awwal marra wa thaniya nakateka wali nagenda maso ne sala kakati wagenda kuruku'u navayo nagenda kusujud fa akabba ala al-ard nabwa kutaka ngamanyi gakende ndumsai gwali kumvudde mumunji nagwa kutaka msaine guserengeta negutuka eri Ammar ibn Yasir je yali agenda gulukangala bali mushitaba kya msai namanya nti waliwo embeera etali ntofu fa asra ila akhi na yangu wagenda sinkani muganda amsanga agudde kutaka ngamanyi matono na mugamba ama tayqidhuni lwaki tonze okusiza na mugamba kuntu fi suratin aqra'uha wabadde we sura jensoma kuntu fi suratin aqra'uha wabadde we sura jensoma wa khashitu an aqta'uha nencho jikutula moro obusale nencho jikutula moro obusale nti bundi bubi na mpulira njuwomerwa limasoga Allah yogerezeganya ne Allah iranga singa simbere eno sandi jifulumye mwe sala haula abetogerako
bebaddu abamanya essalaanti webayimirira okusaala bali mu maaso ga Allah batalazzaza baafuna ekiwomereze kyessala. Hal najidu ladha fi salatina, fetuyina ekiwomereze mu sala. Faman minna yutiiqu dhalik, ani kufa ayinza osobera ekyo? Ensiri ekuluma n'obuulira nga la tastatiicu sabr, obugumiikiriza tobusobola, ng'olina okuddako wansi otakuletakulewokko, oba ositula okugulu weetakuzeewo okugulu kunnewaako. Amma haula tughrasu suhum fi lahmi wa jasadi, obusaale bwe bumugwa mu nnyama, naye wallahi naasigala nga tataharrak. Khitaman qila wa in da'afahu ba'd ahli al-'ilm wa fihi min ash-shahid, wa dayqisna bama amanyi baginafuya na fihi min ash-shahid elimuke tinyusi nti anna fulanan walwo muddomu marida, yafuna obulwadde ngo obulwadde bwafunye bumwetaagisa okubeera nga fantalaqa ila at-tabib, naagenda eri omusawo liyo aliju asobole omujjanjaba. Falamma wasala ila at-tabib, watuuka eri omusawo okugula okwali kuliko obulwadde. Faqala lahu at-tabib, omusawo n'amugamba tuteekeddwa okubanga okugulu kuno tukujjako okubanga oli seefu. Faqala lahu dhalika ar-rajulu al-marid, omusajja n'amugamba qabiltu, nzikirize jja kutemako, lakin bishart, kakwakulizo kamu, idha ra'aitani qa'imun fi ssala fa'ti bisikin waqta'uha, bondabanga nyingidde mu ssala jangu n'ekisookutemeko, kubanga wemba ndi mu ssala siina kyempulira. Omutima gwa nkola gutya? Gubeera guli muki? Gubeera mu ssala. Idhan ya jamaat alkhair barakallahu fikum, Allah Allah fi salah, Allah Allah fi salah, tunyweze salah, isala zaffe tuzirongoose. Salli salata muwaddi'a, sali sala ngolinga gyogenda osembayo okusaala, tewerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yagenda osooka ttunulamu, bwanaagisanga nga nzijuvu walillahi alhamdu walminna والعكس بالعكس والجزاء من جنس العمل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. إلهنا والحمد لله.